بيكم في نص مشكل. معانا النهارده وصفات جديده وضيوف جداد، وهبتدي الوصفات بتاعتي بالوصفه اللي انا بقدمها النهارده. اعمل لكم ترايفل باليوسفندي، جايباه ومقطعه حلقات اهو، وعصره حبه يوسفي هعمله، وهعمله بالكاسترد برده، فيه شويه بشر يوسفي، وعاملاه كمان بالبروفيترول بدل الكيكه. اول حاجه هعملها انا عايزه، وحاطه فوق الوش مارينج، فعايزه احضر المارينج بتاعي. هقول لكم المقادير عندي. يوسفي متقطع شرايح بالمنظر ده، عصير برتقال، بسكوت اي نوع بسكوت عندك هنبشره كده فوق الوش هنكسره، سكر وابيض زلال بيض وصفار البيض، كورن فلاور نشا، وعندي كريمه ولبن وفانيليا. اول حاجه هحضرها، عايزه احضر المارينج بتاعي عشان احطه في البان ماري ده واخلص منه. هنعمل بان ماري، هنعمل ميه مغليه واحط عليها بوله. الاول هاخد البوله احط عليها السكر، واحط عليها معلقه ميه، واحط عليها بياض البيض، ورشة ملح، وهخلطهم شوية مع بعض. اول لما بيبقوا بيعملوا رغاوي بالمنظر ده هحطه على البان ماري، على الميه المغليه. مش يا الميه المغليه مش لازم تلمس البوله بتاعتي خالص. وهبتدي اطبخ المارينج بتاعي. كده المارينج بتاعي جاهز، وهي هو ده القوام بالظبط اللي انا عايزاه، يطلع ببوز كده ويبقى تقيل. هنبتدي نحضر بقيه الحاجات اللي هنعملها في الترايفل. هاخد ده بره النار عشان يبرد، حطه على جنب. ادي اول حاجه معانا جاهزه. هبتدي اعمل الكاسترد اللي هحطه مع البروفيترول بتاعي. البروفيترول انا جايباه جاهز معمول، يعني محضرينه في الهواء، مش هحضره في البرنامج عشان اوريدي الوصفه الطريقه بتاعتها كتيره. بس هحط لكم المقادير بتاعه البروفيترول لو انتم ما عندكوش، يعني لو ما عندكوش تقدروا تستعملوها، او ممكن تروحي لاي حلواني تقولي له ان انا عايزه بروفيترول ساده. واحنا بنحشيه بكريم شانتيه عادي جدا، بيتحشي وبيترص في البوله بتاعتنا. فهبتدي اجيب البروفيترول، هجيب الكاس اللي هعمل فيه الترايفل بتاعي، ويفضل يكون كاس ازاز وعالي كده بالمنظر ده، دايما الترايفل بيتحط بالطريقه دي. وانا البروفيترول حشيته فريش كريم، كريم شانتيه، ضربته بحبه سكر بودره وفانيليا، وحشيت البروفيترول من تحت بالقمع، وهرصهم بالمنظر ده في الكاس. كفايه لير واحده، وهنبتدي نحط لايرز حاجات تانيه ورا بعض. هحضر الكاسترد اللي هحطه بين اللايرز. هجيب حله هحطها على النار، هسخن فيها الكريمه بتاعتي، واللبن، والفانيليا، وفي بولة هضرب صفار البيض بالسكر والنشا. المنظر ده هاخد صفار البيض والسكر بتاعي اهو،
واحط عليهم النشا. اعلي النار شويه على ده. لغايه لما يبقى لونه فاتح جدا والسكر بتاعي دايب فيه. كده خلاص. احنا الكريمه واللبن بتاعنا اهو غلى شويه على النار. هحطه بس افك بيه النشا والسكر وصفار البيض. وبعدين هحط بقية الحليب بتاعي والكريمة. هاخدهم تقليبة كده وهرجعهم تاني في الحلة بتاعتهم وياخدوا غلوة على النار. هو هيتقل في 5 دقايق بالظبط، اقل كمان من 5 دقايق. هرجعه على النار. طيب في هذه الاثناء هنبتدي نجيب عصير البرتقال، المندرين او اليوسفي. هنسقي بيه البروفيترول بتاعنا اللي محشي كريم شانتي. وهجيب ده، لازم نقعد نقلب فيه يا جماعه واحنا شغالين. وهجيب البسكوت بتاعي. هو المفروض الوصفه دي فيها بسكوت اللوز بريحه اللوز، بس لو مش متوافر احنا مستعملين بسكوت عادي. انا الكاسترد بتاعي خلاص غلي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هشيله من على النار، هحطه في طبق بايركس، هفرده، عايزاه يبرد. انا بصفيه عشان لو في اي حتت من صفار البيض، اي سكر ما دوبش كويس يبقى طعمه كريمي خالص. انا حلو بالمنظر ده، وانا فرده في بايركس كبير كده عشان ابرده. ده الكاستر بتاعي، بسيبه يبرد، لازم اغطيه بورق استرتش او اي حاجه علشان ما يعملش قشره ويبقى تقيل، يعني يعمل قشره كده من فوق الوش. انا هحط الكاسترد بتاعي على البروفيترولز. بالمنظر ده. وهبتدي احط شرايح الكلومنتين يوسفي. داير ما يدور كده.
بالمنظر ده. هحط طبقه تانية من البروفيترول. لا الاول هنحط كريمه، الكريمه بتاعتي كريم شانتيه برضو انا ضرباه، احط عليه بالسكر واحط عليه بشر برتقان. بشر يوسفي معلش، هبتدي احطه فوق الوش كده. وهحط طبقة تانية من البروفيترولز. وهكسر عليه شوية بسكوت. وهديله شوية عصير يوسفي. طبعا ده لازم يقعد في التلاجة، انا بحب اسيبه في التلاجة تقريبا يعني طول الليل عشان كل الفليفرز تندمج مع بعض. هديله شوية كمان كاستر تاني. هديله شوية كريمة ببشر برتقان. وبعدين اخيرا بقى هديله المارينج بتاعي فوق الوش. وهاخد هجيب المسدس النار ده اسمه بشبوري، وهرش هبتدي احرقه عشان يدي اللون اللي انا عايزاه. طبعا المارينج ده بتقعدي تلعبي بيه للصبح، بيدي اشكال حلوه بظهر المعلقه. هحطه كل مرة واحدة. وهبتدي اطلع له كده. وبعدين انا هعمله بالمسدس النار كده، وهطلع فاصل وارجع لكم تاني، انتظروني شوفوا شكله بعد الفاصل. ورجعت لكم تاني ومعايا النهارده ضيفتي مروه. ازيك يا مروه؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ الله يخليك. اهلا بيكي. هتعملي لنا ايه بقى النهارده؟ احنا هنعمل حاجات سهله وبسيطه جدا. هنعمل تشيكن ساتيه اول حاجه، وبعد هنقول كل المنيو. وبعدين هنعمل البوتيتو بولز او كرات البطاطا، بتبقى حلوه جدا وسهله التحضير. ايوه. وهنعمل المارشميلو رول، ده برضو سهل كله ساقع على بعضه. طب حلو قوي. طب تقولي لي مقادير الساتيه. الساتيه ده صوص بزبده الفول السوداني. تمام. وهو تايلاندي صح؟ هو اصلا مينلي طبعا اكله تايلاندي. احنا بنجيب الفراخ بتاعتنا بتبقى متقطعه شرايح طويله عشان احنا بندخلها في السيخ الخشب. وبعدين الكوكونات باتر والصويا صوص، وبيستحسن ان احنا نجيب الصويا صوص الفاتحه مش الغامقه. كوكونات باتر ولا بينات باتر؟ بينات باتر. زبده فول سوداني. زبده فول سوداني. ومعانا الثوم، ومعانا سكر بني، ومعانا شطه لو حد حابب يحط شطه، وعصير ليمون. اوكي. وهنحط بقى المقادير دي كلها على بعض. بس طيب محتاجين بول. اوكي. احنا بنحط البينات باتر. اوكي.
نحط البينات باتر مع الصويا صوص. ومع السكر البني وتوم، بس مش بنحتاج توم كتير يعني، حسب الناس بتحب الفليفر يكون قوي ولا لا، فيعني معلقه. هو ده صوص التتبيل يا دينا؟ ده صوص التتبيل كده، بس ممكن نجيب ويسكر تبقى اسهل. وهنحط طبعا ليمون، وطبعا كل ما نحطها في الصوص التتبيل بتاعه هيكون نتيجة افضل يعني، نسيبها اوفر نايت الدنيا تبقى ايه الفراخ بتاعتنا تتشرب، وهتبقى حلوه جدا جدا، طعمها حلو. انا بصراحه بحب اي حاجه بزبده فول السوداني، هي طعمها بيبقى جميل الحقيقه. شفت كمان كنت معزومه مره في غدا، كانوا عاملين فراخ بس متقطعه زي التشاينيز، وعاملين لها صوص بينت باتر برضه، بتبقى حلوه جدا أوي. جدا بتبقى سريعه، وانا بحب حقيقه بحب اسويها كمان على الجريل يعني، ممكن ناس تدخلها الفرن لو ما عندهاش جريل، ممكن ندخلها، ممكن ندخلها الفرن او نسويها في طاسه عاديه بس تكون تفال علشان ما تلزقش. ده محتاج يتضرب بس ده شكل الترايفل بتاعي بعد لما خلص ده بالمنظر ده. تمام، احنا ممكن لو بس شويه سنه شطه لو حد حابب يعني يكون سبايسي. بس كده نخليها بقى تكستشر يبقى كله مع بعضه كده، واحد تكستشر يكون تقيل معانا كده، وبعدين هنحط بقى الفراخ بتاعتنا. اوكي، ونسيبها بقى يعني 3 4 ساعات، لو انت حابه تعمليها مثلا تاني يوم ممكن تسيبيها في الثلاجه، بس تغطيها طبعا بالكلينج فيلم علشان ما تاخدش ريحه ولا حاجه، تاخديها لما تبقى قويه جدا. تمام، بس كده احنا كده بقى هنسيبها بقى طبعا اوفر نايت. احنا ممكن بقى نعمل الصوص اللي احنا هنقدمها بيه، يعني الديب بتاعها احنا هنخلي دي معانا. الديب عباره عن ايه؟ اجيب لك بوله تعملي فيه. ما دي هنركبها في السياخ دلوقتي ونحطها على طبعا بالظبط كده. اوكي، اوكي، الديب برضو بيبقى الصويا صوص بتاعنا بنحطه. دي ده دارك ها؟ ما انا قلت لهم الحقيقه يجهزوا، عادة بيبقى فاتح احسن لو انت حابه لونها فاتح يعني. طيب احنا عايزين كده، وبرضو بينات باتر. الفرق بقى الوحيد اللي هنا هنحطه بقى، مش هنحط الليمون ومش هنحط توم، احنا هنحط سيرب او جلوكوز. هو ده بقى جلوكوز بيخليها ليها تكستشر كده في مطاط كده، بتبقى حلوه جدا. أوكي. وهو اوريدي معظم الاكلات التايلاندي بيبقى طعمها فيه مسكر يعني، هو دايما سويت اند ساور والحاجات دي لازم اكلهم كله بيبقى فيه سكر، سنه مسكره كده. برضو هنقلبها كده شويه، هي اوريدي هتدوب يعني مش محتاجين ان احنا نرفعها على النار، هي اوريدي بتبقى كلها على بعض كده نيف نيف. طيب احنا احنا عندنا نسخه هنا بالظبط دي جاهزه في سيخ. بالظبط لسه عاملينها الحقيقه طبعا. وهو السيخ بيبقى حته الصدر بتاخدها كلها كده بالظبط، ولازم تبقى بالطول ما نكترش يعني، مش عايزين نحطهم كلهم مع بعض علشان تستوي بسرعه، يبقى فيها سكر كمان بالظبط. وبنحط زيت في الجريل بتاعنا. دو مايند لو انا ساعدتك يا حبيبه قلبي انت يعني منوره، ميرسي. لازم الجريلا تبقى سخنه جدا كمان طبعا عشان تدي الشكل بتاع الجريل كده. الصوص جاهز. تمام كده، واحنا عندنا نسخه النسخه بتاعتنا احنا مجهزينها، بس انت محتاجه تضربيها كويس عشان تبقى النسخه بتاعتك جاهزه عشان تبقى على طول على الدب. ودي شكل الفراخ لما خلصت، عايزه نحطها في طبق. تمام، اوكي، نايس. عايزه نحط بوله فيها الصوص جنبها بقى علشان الدب يعني، هي بنقدمها كده بالصوص بتاعها. تمام، وده شكل الطبق بعد. سهل جدا وسريع يعني مش بياخد وقت خالص ان احنا نجهز. وده بيتقدم مقبلات برضه كلها ديزرتس كده. سوري ستارترز. اوكي طيب، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. رجعت
تاني. ومعايا النهارده ضيفتي مروه. مروه هتعمل لنا ايه بقى؟ هنعمل حاجه سهله وبسيطه جدا بالبطاطا، بما ان البطاطا دلوقتي موجوده ومتوفره وسخنه وسريعه في نفس الوقت ما تاخدش وقت. هنعمل السويت بوتيتو بولز. المقادير بتاعتنا بتبقى بطاطا مشويه بتبقى نص كيلو وثلاث اربع كوبايه سكر وكوبايه كريمه كوكونات ميلك ومعانا سكر عادي سكر بتاعنا، وبنحط لها ناتميج، بنحط لها جوزة الطيب وبنحط لها قرفه. اوكي. وبنعجنها مع بعض، وبعدين بعد العجينه هنشوف بقى هنعملها، هنرولت على سمسم علشان تتمسك مع بعضها. حلو قوي. محتاجين بول بقى. اتفضلي. تسلم ايدك. ميرسي. احنا هنحط ممكن معلقه اصغر، ممكن لا، بس الخشب طيب. بيبقى اقوى في العجن عشان بيبقى تبقى ناشفه شويه. بنحط البطاطا مع بعض، وما نكترش الدقيق، ولو حسيتي ان البطاطا طريه ما تقلقيش خالص، احنا لما بنرولها على السمسم بتمسك علشان ما تنشفش منك يعني العجين. نفعها كده. وبعدين اول لما الدقيق يبتدي كده بس يعني التكستشر بتاعه يتقل وقوامه يلم معانا، هنحط بقى السكر يعني بمثابة 4 معالق سكر والسيزنينج بتاعنا. ايه السيزنينج؟ اللي هي القرفة والجوزة الطيب، يعني الحاجات اللي بنحطها. اوكي. ودي وصفة ايه يا مروة؟ دي وصفة احنا بنعملها انجليزي، يعني بتتعمل في انجلند. دي دي شويه ميلك شويه دي بقى من الايجين، بس هي الحقيقه من يعني انا جايباها من الريسيبيز الانجليزي. الكوكونات ده مش هنستخدمه في العجين بتاعنا، الكوكونات ده هنشتغل بيه سيرب، يعني هنعمل سكر وكوكونات بره سيرب علشان بعد ما تبقى البول ونخلصها تحمير نحط السيرب عليها من بره، فيديها طعم جميل ومسكر. اوكي. انا بحسب هتحط. لا احنا مش هنحطها. اوكي خلاص كده بقى التكستشر كده. هو انت عايزاه كده؟ مش عايزاه يتقل، لان لما بنكتر الدقيق ما بيبقاش طعمها حلو. بالظبط. بتروح طعم البطاطا بالظبط كده، وطعم الحاجات اللي احنا حاطينها، التوابل اللي احنا حاطينها. تمام. هنجيب بقى معلقتين كده علشان يبقوا قصاد بعض. اخد منك دول. احنا ممكن يا رانيا نعمل حاجه بعد اذنك عشان يبقوا الاثنين، اللي هي المفروض الاكله دي لازم تتقدم سخنه، فيكون السيرب معانا. هنجيب في طاسه صغيره على النار. أوكي. هنحط الكوكونات ومعاه السكر. أوكي. يمسكوا مع بعض يعني يكون تقيل. حالا. تسلم ايدك. هنحط الكوكونات يسخن. اتفضلي. وعليه السكر. بقيت كميه السكر؟ يعني احنا انتوا بتحطوا المقادير على الكوكونات الاول ولا؟ الكوكونات الاول هيسيح، اول ما يسيح هنحط عليه السكر. احنا انا بقى وانتي شغاله كده، انا هعمل عشان طبعا كده نشتغل. هنعمل الرول، احنا هنجيبها كده زي ما احنا شايفين كده، وبعدين نحطها على السمسم. تمام. وبعدين نحط السمسم حواليها كده عشان ما تلزقش بقى في الايدين، بس يبقى المنظر ده كده. نعمل واحده. طبعا هيكون الزيت غزير وسخن طبعا عشان تتحمر على طول كده، ونروح حاطين حواليها السمسم. تمام. الكوكونات خلاص. تمام. هنحط عليه السكر بقى بعد اذنك. اوكي. احنا عايزينه يعمل سيرب، بس السيرب بطعم الكوكونات. هو كله حط السكر. ايوه. تمام. بتبقى جميله ودافيه، يعني لو انت ما عندكيش حاجه حلوه وجالك ضيوف فجاه، سهله جدا ان انت تكوني عاملاها. فعلا. ما بتاخدش وقت، احنا عملناها كلها هوا دلوقتي يعني، مش هي حتى والحاجه الحلوه اللي هنعملها بعد كده الاثنين بسرعه جدا بيتجهزوا، مفيش مشكله فيهم. تهيألي الزيت ده. اي ثينك سو. احنا هنجيب واحده اهو من اللي احنا عملناهم. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي.
هو بيبقى تخين قوي ولا سيرب؟ لا يعني يمسك يبقى بس خلاص، احنا ممكن نشيله دلوقتي من على النار علشان احنا على مهلك، علشان احنا اول لما البوتيتو بولز تطلع هنحطها طبعا على عايزه مناديل وطبق نطلع عليه باذنك. يعني احسن برضو ده خلاص كده تحمر وتبقى لونها ذهبي، يعني مش عايزين نغمقها، لازم الزيت يبقى جديد واول مره تستخدميه، يعني لانه في ناس ممكن تستخدم كذا مره وتشيز فيري باد ريلي، بس احنا هما لازم كده عشان دي كمان حاجه حلوه. مش عارفه الست المصريه المقتصده دي، بس على فكره هي بتقتصد بس بتاذي نفسها، بتاذي نفسها وبتاذي الاولاد، لانه غلط جدا نسخن الزيت كذا مره، ده شيء مدمر يعني. ده حقيقي. هنخلي لونها ذهبي كده، جميل جدا، ريحتها جميله برضو. ايوه اول لما نخلص على طول دايركت، هي بتتقدم اصلا سخنه. انت هتقدميه فوقيها ولا يدبت في الصوص؟ لا يدون ديبت، احنا هنقدمه فوقيها. اوكي، لانه احنا لو سيبناه كده بالانجريدينت دي هيمسك. تمام، مش هنغمقها خالص يعني. بص ممكن نحطها بقى في طبق صغير يا رانيا بعد اذنك، علشان نحط فوقيها السيرب. طيب نحطهم بقى فوق بعض كده نشربهم. ممكن ده ياخد معلقه. ايوه احنا هنحطها فوقيها. طب انت اما نجيب بس الباقيين دول عشان نحطهم كلهم 1 in 1 كده. انا طبعا لازم ما تفوتنيش، بس خدي السخنه طيب احلى، يعني دي هتبقى يعني يو لايك ات مور. هي المفروض نقدمها سخنه. سخنه، خلي بالك تنسى عليك لسانك. وهنحط السيرب كده عليها. اوكي نايس. في الشتاء ده لازم الناس تاكل حاجات تدفي، بس ما نكترش برضه عشان ما نتخنش الحقيقه، عشان ما نتخنش الحقيقه، لانها الكالوريز بتاعتها عاليه جدا. طيب وده شكل البطاطا بتاعتنا بعد لما خلصت. هطلع فاصل وارجع لكم تاني، انتظروني. ورجعت لكم تاني، والنهارده معانا مروه. ازيك يا مروه؟ اهلا اهلا، ازيك حبيبتي؟ هتعملي لنا بقى اخر حلقه لل اخر حاجه للحلقه بتاعتنا النهارده. هنعمل المارشميلو رولز، كلها كل الانجريدينت سهله وبسيطه، بسكوت بسكوت السادة بتاعك أي نوع أنت حباه. ممكن نحط بسكوت بشوكولاتة أو شوكولاتة كراميل متقطعة مكعبات، لبن مكثف، والمارشميلو بتاعنا يستحسن يكون صغير، هو احنا جبناه كبير بس قطعناه، والزبدة. جميل، بيبقى جميل جدا، الأولاد الصغيرين بيحبوه جدا. والزبدة أنت عايزة تسيحي الزبدة دي أكيد؟ يا ريت لو ندفيها لحظة. لا أنت عايزة مش سايحة، هي بصي روم تمبرتشر، أنا ممكن أعجنها ما فيش مشكلة. يعني انا بس هستاذنكم، انا ما بحبش اشتغل الحقيقه بالجوانتي، بس احنا مضطرين ان احنا نعجن الموضوع بالجوانتي. طيب تمام، وبنلفها احنا بقى في الاخر، بنلفها في الفويل، تيم فويل. حط كده وهنحط الزبده، الزبده تبقى هي الطريه السوفت في ايدينا اهي. جست ميك شور ان هي ايه خلطت كويس مع ال، طبعا عشان الجو ساقع. طبعا ما بتبقاش سهلة ان احنا نميكس ات ويل. لازم نتاكد تمام انه البسكوت كله اتغطى مع الزبده، يعني ده ميكس ويل ان هما مع بعض كده. انت دخلت بايدي في الفيديو. ما اقدرش، انا بحب اشتغل بايدي الحقيقه عشان الامانه. تمام. وبعدين هنحط اللبن المكثف. اوكي، هو اللبن المكثف بيديله بقى الايه التكستشر اللي بيمط ده، عشان واحنا بنقطعها ما تبقاش ناشفه علينا.
في التقطيع، لان احنا بندخلها الفريزر 3 4 ساعات وبعد كده بنبتدي نقطعها. دي الفريزر ولا التلاجة؟ والله مين، لو انت مستعجله الفريزر سريع، لو انت اوفر نايت هتدخليها التلاجة عادي جدا. اوكي. وتبقى انا مش بحب احط اللبن المكثف كله مره واحده، بس لحد ما اشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي كده، انها تبقى نرولها بسهوله في الفويل. تمام. اوكي. حلو. تمام. وبعدين نحط الشوكليت، بتبقى جميله وتشوي جدا جواها. وهناخد شويه مارشميلو مش كله علشان نحط حبه جنبها واحنا بنقدم. تمام. برده نفس الايه، نفس العمل، ورا التقليب بقى. تمام. اوكي. ممكن بعد اذنك يا رانيا نجهز الفويل، عايزينه طبقتين علشان ما يتقطعش مننا يعني. كده كفايه؟ اه اكسلنت، جميل. احنا عايزين نعملها شكل اسطواني كده. ممكن قلقتها ايه يعني، محتاجه شويه. تمام. لما ننقلها بقى كده. اوكي. حسب، انت ممكن تعمليها اطول مثلا او وات ايفر convenient للست بقى اللي انت عايزاه. وطبعا ممكن تحط لها تشوكليت شيب، اي حاجه بقى. ده هنا الاختراعات كتير، ممكن نحط بسكوت بشوكولاته، ممكن نحط شوكولاته ساده، ممكن نحط مكسرات لو في ناس بتحب المكسرات. يعني مين اللي دي العيال ما بيحبوش المكسرات؟ بالظبط، انا ولادي ما بيحبوش. مامي مع ناتس مش هناكل. وفرته. استاذنك بس يا رانيا عشان انا ايدي بس عايزه تتغسل. اعمليها رول بقى واديها شكل التيوب. هغسل ايدي بس ثانيه واحده. احنا محضرين واحده تانية تجيبيها من ورا يا مروه. اه تمام. ونقفل كده. اوكي. عندنا وودن بورد او حاجه نقطع عليها. اتفضلي. ميرسي ميرسي. هي بيبقى شكلها كده، ده الشكل النهائي بتاعها. اوكي. وبنجيب طبعا سكينه منشار علشان ما نيجي نقطع تبقى ايه نايس نيزي. وبتحطيها بقى يا طول الليل. الله. آه. شكلها حلوه قوي، تعجبوا. لا وطعمها هيعجبكم كلكم الحقيقه، واللي هيعجب الولاد كمان الصغيرين. طب نجيب الطبق نقدم فيه. اتفضلي يا حبيبتي. عايزاني اشيل الفويل؟ لو ممكن اقدمها بيها واللي ياكل يشيلها يعني الاريح. ما فيش مشكله، ايزي تو بيل يعني، ما فيش مشكله برضو ان احنا نشيلها كده. نعمل واحدة وواحدة. ممكن هتدي حتى شكلها it will look great. بيبقى طعمها كده يعني كاراميلايزد، بيبقى جميل جدا عشان اللبن المكثف بيدي له طعم حلو قوي. واحدة كده واحدة كده. ممكن هقطع وبعد كده نبيل بقى كله بعدين. وبتتقدم ساعة، بتبقى حلوة جدا، سريعة، ما خدتش مننا 5 دقايق. بتتقدم مع ايس كريم كمان. أمو يا سلام. ممكن يعني كل الحاجات المضره انا هطلع منها. لا وممكن شوكليت صوص برضو لو احنا حابين شوكليت صوص. كراميل صوص ممكن على فكره، دي يدبت في شوكولاته وتجمديها وتبقى نصها شوكولاته نصها. طبعا كده يبقى نتيجتها حلوه جدا. اوكي. نشيل كده الفويل زي ما رانيا قالت. لا زي ما انت عايزه. لا ده انت جميله وافكارك جميله. ربنا يخليك. كده بصوا شكلها حلو جدا قوي، وطعمها صدقوني هيعجبكم جدا برضه كده. وبقى نروح حاطين بقى شويه مارشميلو كده ان ذا ميدل. لافلي. ثانك يو.
وده يا جماعه اخر طبق لحلقتنا النهارده. احنا ممكن نكمله على فكره، ولا انت عايزه تسيبيه؟ لا نكمله طبعا. ليه؟ ها لا حضرتك انا عايزاكي تقدميه زي ما انت عايزه. لا هو جميل صدقيني، لا ده الدنيا بسيطه. لا طب سيبي لي حتتين بره بقى. ايوه بقى عشان ناكلهم احنا هنا بعد الحلقه. ده اخر حلقه، ده اخر طبق لحلقتنا النهارده. يا رب تكون وصفاتنا عجبتكم، ويا رب تكوني اتبسطتي معانا. اكيد حلقه جميله، مشكره نورتينا. ونشوفكم على خير. باي باي. باي باي.